بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. ودرس التفسير كسلسلة دي فماية وكبل لابنا يا آيات شن يسيدي تنادي سورة المائدة ورب الله سبحانه وتعالى. فأثابهم الله كاسو إلهي كو أبال مريي بما قالوا بسبب ما قالوا وحي أي رهين كل اعتقاديين كذب وحي كل واقين إيمانك هدرتي يا عملك الصالحة درت وحال وقو إلهي وابا المريا جنات جنوين تجري أي قلقليان من تحتها هوستيضة الأنهار وبيدي أي قلقليان خالدين حال أي كواري دونان أيغا أو كواري دونا وليغو جوغي دونا فيها جنة قدهيدا لغانا وريجين هينين إيغونا هين طلبان هينين إن لغا وريجيو لا يبغون عنا حوالا. وذلك كاسنا أرنكاس جزاء المحسنين كوا وناغا سمية أبا القدكو ذوي. وحا آيادا إخواني في الإسلام وأخواتي في الله آيادا با وحاي أطهي ختام إن موضوعي أي آيات كصور أي سورة كصور رنتي. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا آياته كدن بي آياتاس وضطك نوسو تصنيفي ونوسو قيبي قيبا مركز سورة أي سي ودي مركي ضطك وقيبي سي قيب آد أنع مؤمنين ته او عدا ودودو اي ميشا اسر ريسا قادي ايا قيب ايو اغدو او ان اين عدا ودودو ان سيداتو كلاهين ايا وحال قيب تا اغدو ولتجدن اقربهم موده للذين قالوا انا نصارى انا كريستان كيهن كو اغدو طوائف تا اسلام كا اين كل كاللوفير ايا دادكا كالي ديما كلاهستا انا كريستان كيهو يردو اينو عداوات خاصة اين الوقع بالمسلمين تا كدب حي ماشا كسي فرع سورده تددك أهان جري وصور ميو مؤمنينها تددك سو دد سراء حق إيمانك بارك لغا في عملك صالحة دد سراء أهدو سرعيو درجة الإسلام كقيبتو سرعي كقالي يو إلهي سبحانه وتعالى إن تسيا عمل كودي كدبنا إن وحلو أبا المري وحالينا وصور الشيغي تددك إن العلم ذلك بأنهم قسيسين بأن منهم قسيسين ورهبانا إن أخلاق صالحة وأنهم لا يستكبرون تواضع إن عملك صالحة إن يؤدك دقان وعملك إن تلا الرمي يؤون إن أن هدنا أن وحراء إن أن عمل سمينين إسلام في الرميسين هذا وح عمل سمينين تاصلوا قبل لي بانو إن يهين دات مركي آياتها قرآن كان مقلان كل رادوبة أو مركابة قلبي قولو أو إسبدلو مركو قلبي إسبدلنا دي سلوكي إيون إنو رشي بأ إسبدليس إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدم ما عرفوا من الحق وحالي نوصو شيئي داتك أيقاهو كلكي أي حقي رميين أو حقي أو رادي أو نولشو دي وحكبة دلي أو عاطفو دي وحكبة دلي إن أي نقضين دات كفة كرية إن وحوين إلهي أكتس وحيال قيامة كفة كرية ماشا أغوش شيء سيء إله رديس لغا قادنا أي كفة كرية وحالي نوص يغين إلهي بريدين إن أي كدر سمان شهادة إيمان كي مركيش أي اعترافين آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إلهي الرميس رمينا يوان رمينا وحال نغو درستها نغو قرطها نغو الديوانك
diiwaankooda nagu dartaa kuwa shaahidiinta leh shuhadaa. Waxa weeye in takunu shuhadaa cala annaas, ummadda islaamiyada qaybteeda saalixada ee cuduusha ah yaa waxay markhaati noqon doonaan qiyaamada addoommada addoommada alle ambiyada ahaa ee ilaahay uu soo diray, yaa markhaati u baahan doona umma alislaamiya oo iyagu musakaho la taskiyeeyey oo cudala ah oo ilaahay agtiisa iyagu qola khaasa ka ah, yaa markhaati ka noqonaysa kuwa iyaga ilaahu nagu darbay yidhi. Oo waxay dooneen dadka qaybta ugu saalixa ah ugu wanaagsan inay ka mid noqdaan, sidoo kalena waxay dalbadeen oy damceen tamac uu ka galay jannadana dadka salaxada markay ka mid noqdaan jannadana inay ka galaan ilaah subxaanahu watacaala agtiisa ay janno ka galaan oo darajada sare ku helaan. Wanadmau an yudkhilana rabbuna, an yudkhilana inuu na geliya, meesha waxaa ugu jirta aljanna mafcuulki labaad, jannada inuu nageliya maa qowmi saalixiin. Waxaa meesha marka ka soo muuqday aliimaan walcamalu saalix iyo inay yihiin dad damacoodu uu ilaahay agtiisa waxa yaalla, sifaadkii jannada lagu gella iyo ilaahay agtiisa wax yaalla sidii lagu mudan lahaa. Way ducaysteen marka ilaahay bay baryeen. Kelimada tamaca waxaa lagu yaqaanaa sifaadka dadka muminiinta camal wanaagsan iyagoo sameeya, bay haddana isxaqirayaan oo inay isu arkeen inay wax badan sameeyeen. Marka anagu ma mudin, laakiin waan iska damcayna tamac, yacni ilaah subxaanahu watacaala wuxuu markaa u xaqiijiyey su'lahum waxaqaqa tamacahum, waxay weydiisteenna ilaahay wuu xaqiijiyey, wixii ay rajeeyeenna ilaahay subxaanahu watacaala wuu u xaqiijiyey, su'aashoodiina wuu aqbalay, damacoodiina wuu xaqiijiyey. Markaasaa la yidhi kolkay sidaasi dhacday oo ay camalka saalixa la yimaadeen ilaahna ay arjiga usoo gudbisteen, fa athaabahum allahu, marka ilaahay wuxuu ku abaalmariyey bima qaaluu, bisababi maa qaaluu, wixii ay yidhaheen qowlkii ay ku hadleen ee ka soo fulay qalbigii iyo iimaankii iyo ictiqaadka camalkooda la socday dartii rabbi wuxuu ku abaalmariyey jannaatin, athaabada mafuulkeedii labaad, jannooyin buu rabbi ku abaalmariyey. Jannooyinkaasoo tajrii ay qulqulayaan min taxtihaa, hoosteeda geedaheeda iyo guryahooda hoosteeda ay qulqulayaan alanhaaru, webiyadi, webiyadaas waa webiye macruufaho waa asha ku jirta, waa cahdiyadii, webiye moodhanaysa, webiyaha qulqulaya moodhanaysa, webiyadii waa nakiro, webiyadii wey, webiyadu waa kuwa laisla garanayo, waa kuwa suuratu Muhammad ay sheegtay, mathalu ljannati alati wucida almuttaquun fiha anhaaru min maain gayri aasin wanhaaru min labanin lam yataghayyar tacmuh wanhaaru min khamrin ladatin lishaaribiin wanhaaru min casali musafa. Yani webiyadaas jannada ah ee kuwa aanaan isbedelayn, biyo biyo jannaada, khamro khamro jannaada, malab malab jannaada, webiyo noocaasaa qulqulaya hoostooda meesha, waa tuubooyin uun wax tuuban lama odhan kare, yani waa shay jannada dee maa la cayn raad walaa udunu san walaa khawtar walaa qalba shaata, hadda sheekadeeda biloon darsi ay naga dheeraan. Marka jannada noocaasa yaa rabbi ku abaalmariyey, jannada iyada ehe sidaasa baa rabbi ku abaalmariyey. Wadaalika kaasuna jazaau lmuxsiniina, kuwa wanaaga sameeya abaalgudkooda weeye. Wadaalika ishaaradaas waxay u noqonaysaa fa athaabahum llahu bima qaaluu jannaatin tajri min taxtiha, aayaddaas macnaha ay sheegtay oo ilaahay inuu ka raadi noqday oo abaalgud siiyey iyo wixii lagu abaalgud siiyey, macnahaas oo isla socda arrinkaas isagu uhuna waa abaalgudka muxsiniinta. Allahu akbar, muxsiniin baa nimankii laga dhigay, dadkii laga dhigay, dadkii iyaga ahaa ee camalkoodaan soo qaadanay, camalkii waxay ku gaadheen darajada la yidhaaho darajat alixsaan, waa darajada ugu sareysa ee addoon ilaahay uu ku caabudo alle. Camalka lagu sameeyey ixsaanna waa camalka ugu sareeya ee ilaahay subxaanahu watacaala uu abaal ku bixiyo.
nabiguna markii la weydiiyey jibriil waa kii weydiiyey mali xsaan xsaan maxaa la yidhi wuxuu yidhi nabigu an tacbuda allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka. Ixsaan waxaa la yidhaahaa wanaajin waxaa la yidhaahaa in aad alle u caabudo sida adiga oo arka hortaagan allood aragto adoo alla arka hortaada u taagan yahay hortiisa ku cibaadsanaya sidaa waa inaad alle u caabudo. Haddaadan adigu arkaynin de isagaa ku arke. Marka ixsaanku waxaa la yidhi darajat almushaahada, qofkii oo yani allah buu qalbiga ka arkaa kuma dhiiran karaba inuu caasiyo, qalbigiisu meel kale inuu fiiriyo kuma dhiiran karo, yacni waa mushaahada, yaqiin buu gaadhay. Camalka isaga ee qaabka loo gutay waa camalka ugu sarreeya. Addoonka noocaasiina addoommada kuwa u sarreeya weeye. Qolyihii marka maxay noqdeen? Waxay noqdeen kolkii camalkii lasoo sheegay ay sameeyeen muxsiniintii baa lagu daray. Marka dib ugu noqo marka aayadihii dib u akhri. Dalika biannahum qisisiina waruhbaana waanahum laa yastakbiruuna waidaa samicuu maa unzila, camalkii ay soo sameeyeen kasoo bilow cilmigii bay barteen, kadibna way ku camal faleen. Camal falkii wuxuu keenay cilmigaasi tawaaducii inay isweyneyn xaqa iska weyno xaqa qaataan, xaqii markay maqleen oo ay la takayufeen oo wax ka bedelay noloshoodii, ictiqaadkoodii, qowlkoodii, ficilkoodii, aragtidoodii adduunyadii aakhira arkayeen yuu xaqii ka bedelay. Kadibna waxay noqdeen dad ilaah subxaanahu watacaala inay u baahan yihiin muujinaya, rabbiyo waana kan oo waanu isdhiibnay oo waanu rumaynay eh nagu darso kuwa shuhadada ah, jannadoodiibajannada iyo damac kaga jiro. Waxay noqdeen marka qalbigoodii baa wuxuu noqday qalbi ilaa haadihi daraja gaada oo muxsin ah. Markaasaa waxaa lagu abaaluliyay jazaa almuxsiniin, allahuma ajcalnaa minhum. Nuqdata tarkiis marka waxaa weeye aayadda nuqdata tarkiis pointiga aynu focuska saarina waxaa weeye الإيمان والعمل الصالح. إيمانك يا عملك صالحة يا جنة لغو قادة عملك الصالحة باقي ببضن عملك لغو سمعي على درجة الإحسان يا وحا لغو قادة أفضل ما عند الله إلهي وحا وحيو وحا أقوى ناكسن عملك إحسانك اللي دابا لغو قادة ضدكنا إلهي وحا أقوى عليهي محسنين تا كوي بعض لغو الضري. وذلك جزاء المحسنين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.